السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكم سام جيمز حبايب، ومثل ما وعدكم كل شيء على البلاي ستيشن 5 و 4 راح أكون ياكم متواصل تحياتي لكل الحبايب، ومشكورين طبعا على لايكاتكم ودعمكم للقناة بالأول والأخير أن قناتكم. اليوم وياكم مقطع حلو هو فار كراي نيو داون، طبعا اللعبة خرافية من جرافيك من فريمات، راح تشوفوها عالم مفتوح وصيد، تقدر تلعب كواب بنفس الوقت أنت وصاحبك. خلينا نشوف الحلقة وياكم اليوم واستمتعوا بهذا الفيديو، ومشكورين طبعا على دعمكم للفيديو حبايبي، وإن شاء الله راح يوصلكم كل شيء جديد على الألعاب اللي توصل على البلاي ستيشن 5. طبعا اللعبة روعة، وهسه عليها طبعا تخفيض مسوين، فاشتريتها وحبيت أنه أجرب اللعبة شوف شنو اللعبة. طبعا تدوس ال1 تشوف هذني الاسلحه، تشوف هذا علي هذني لجندريه، بس هذا عندي الخلاط، لا هذني الاشياء تكون لجندري. رايت غراضك هنا عندك الحيوانات تصيد، وعندك القنابل مثل ما تشوفون هنا. طبعا اكو كامبات انه تسوي غزو عليها، هذا لوت، تسوي غزو، عندك سيارات تصنع وأسلحة تصنع ومادات وما أدري شو. وهذا طبعا بالمناسبة إنه مسوين على الديلوكس إديشن أبديت تخفيض أبديت. شنو شبيك أنت؟ مو ماكل فلافل، عذروني، فلافل شوية وماكو هالأيام، تعرفون كورونا فيروس، كورونا فيروس ممنوع تاكل فلافل، بس حمص بطحين. تشوف الإسلاح الليجندري إيشون الكتلة، طبعا الجنود حيكونون اكو بيهم يجون عاديين، اكو بيهم يجون ليجندري. اذا كان سلاحك عادي لا تخاف، راح شويه تاخذ لك فره بالماء، بتسوي لك كم مهمه، ها تجيك مواد تصنع اسلحتك. ان شاء الله راح اشوفكم بالحلقات الجايه، اذا عجبتكم اللعبه قولوا لي بالكومنت شنو رايكم بهاي اللعبه، وهل تريدون تشوفون بعد فيديوهات عليها. خليني اشوفكم شيء واحد. تقدر تفتح مثلا الماب، الشيء الحلو هنا بالماب روعه انه دا تشوف الغيمه هنا شلون متحرك، شوف الدخان شلون يطلع من البيت هذا المصنع. هذا الشيء حلو الماب لايف مسويها شلون ذكروا تو، اذا لاعبين ذكروتو سيارات همين الماب لايف، يعني تشوف كل شيء متحرك كانك دا تشوف فيديو بس انت فاتح. خلينا نروح نشوف هنا مهمتنا الاولى، نشوف شنو الموضوع، شكو هنا alright. بس خلينا نشوف ان في شيء نطلع بيه نروح سياره او هذول طلعوا لي. طبعا تقدر تنوكل اللاعب وتنتظر يجون جماعته يسووا له ريفايف بنفس الوقت، يعني هذه شغله حلوه مرتبه. حيوانات تهجم عليهم، تقدر تشوفون قاعد اعتقد دب هجم عليهم اي صفيهم هيا تطبل تقتل بيهم ابلع ابلعهم. هذا بعد وقته، شوف هالسيج صاحبه يريد يعيش يسوي له ريفايف. شاهدنا احنا بدنا نتفرج. كتل. ليش تضربون ويا الدب؟ من قال لكم؟ ها دبي. ها دبي. الصيح دبي. خلينا نروح خطيه اعوف. طبعا تقدر تقتل الحيوانات وتاخذ جلودها وتقايضها اشياء ثمينه، يعني ينطوك مواد ما تطول. طبعا نيو داون العالم هنا منتهي اورايت، بس جايين دي يعيشون حياتهم الجديده والدون وهاي الاشياء. فهنا الناس قطاع الطرق، و ودا تشوفون شلون هسه تشوفون بعد ناس مجرمين وناس ابرياء، فانت عندك مهمات انه يعني تحرر الكامبات، تحرر المناطق اللي هي ماخذيها العداء.
تشوفون الطبيعة، المي، تقدر الصيد طبعا، تقدر كل شيء تسوي، كل شيء لك مفتوح، تشتري سنارة تلفل سنارة مع السمك، حيوانات تصيد، كل شيء كل شيء، عالم مفتوح عندك هنا. اللعبة روعة، جرافيكها حلو كلش. تعب هسه الواحد ما عنده سيارة، ولو تقدر حتى تسوق طيارة هليكوبتر عندك. أنا مصنع وحدة طبعا، تقدر تصنعهن هنا يجن بالترتيب الليجندريات ولا. هو أنا إذا جيم بس سوا تعقب، ناخذ الزورق نروح بيه على الاقل. تشوفون الطبيعة كلش حلوة راقية. هذا كامب للأعداء، شوفوا أطولهم، أحرر هذا الكامب لين هذا. أنا لين ما أريد أطول عليكم الحلقة، بس خلينا نشوف إذا ما كانت طويلة. عندك سلاح زين، ما تخاف. خلنا اطلع منه شوية، ملك ما عندي. جاهم الدعم ده تشوفون، قابرونا على الدعم. بس سلاحي ليجندري وهم عاديين، اقتلهم بسرعة. جد دعم. شوف يجون على من واحد يتنوك، يجون عليه، لاحظ شلون من اي واحد يتنوك يجوا يعيشوه. انا اقدر اقتل المتنوك بس اخليه على مود ممكن يجون عليه يساعدوه. هذا الالارم مطفيه، واحد هنا خلاص. هذا هذي هي الكامب مالتنا. الطريق واحد، شو تقولون؟ سوي له، حيجون هسه جماعتي ياخذون الكامب. تشوفون هاي شخصيتي، طبعا الشخصيه تقدر تسويها شلون ما تريد، تلبس الملابس انت شلون ما تريد. منطيك يعني انت حر بالشخصيه. تشوفون من اضغط هنا التاتش بات اجي المفكره مالتي شخصيه، تكون هاي الشخصيه مالتي. اقدر طبعا اي شيء اريد اقدر اغيره. هاي هنا تشوفون فاتحي لي اشياء، اقدر اغير اي شيء يعجبني. تشوفون هذا الاشياء اللي عندي.
ملابس نفس الحالة، اليد، كل شيء تقدر تغيره يعجبك انت. هنا تسوي تمشيط للمنطقة، خلينا نشوف اذا اكو لوت لوت. اياكم طبعا على النانو لايف حبايبي، كل يوم اني ابث على النانو لايف مثل ما تعرفون، هايدي تطلع عندك بالشاشة، تقدر تحضر البث كل الالعاب اللي اجيبها. اللي تنزل على بلاي ستيشن 5 راح تكون النانو لايف بث، عندكم اي سؤال استفسار اني حاضر لاي مساعدة. اكو شيء يعني اشيك اذا بي مثلا اشياء ثمينة تفيدني التطوير، بما انه شخصيتي جديدة لازم تلوت الكامب زين، لان ما يشوفوك اللوت الا تتقرب عليه. مثلا خلينا نشوفك الخريطة، تشوف نانا عندك حتى ما تشوف اللوت ايش قد، يعني مرات تشوفه بالكامب مرات لا، وماكو شيء هنا يعني هاي الجهة. تشوف هنا شلون اعادة الامو، تقدر تصنع هنا تاخذ من عندك بس نطفي، تاخذ شيء بسيط. شوف هنا تجي للأسلحة، مثلا الثاني خلاط ما عندي، عندي عادي. تشوف هنا الخلاطات، هذني الأسلحة اللي انا هسه وصلت لها. من توصل لليفل عادي تقدر تسوي. شوف هسه يريد من عندي حديد، بعد انا عندي 55 والكترونيات، يعني ما تسوي ما تلوت المنطقة محل. هذا خلينا نحكي عليه، لان هذا منطيني مكان مال كنز. I don't know what he's talking about, but I do know that he's good in a fight. I saw him chasing a group of highwaymen near a cave down that way. You should go introduce yourself. Okay, إذا تشوفون هسه طاني مهمة، مرات يعطيك مهمة، مرات يعطيك كنز، مرات يعطيك شخصية. هاي الشخصية تقدر تجي وياك. الشخصية شلون تجي وياك؟ مثلا هسه أنت جيت هنا، والله خلينا نجي الشخصية. فكر لا. اللاح ده تشوفون هاي الشخصيات اللي عندي، مثلا هسه حسوي له تعيين الكلب يجي وياي، اوائل عجوز عندها قناص وعلى نظارته وعندها قناص، الذبانه تقتل. اما تجي هنا عندك المميزات، الشغلات تفتح مثلا عندك هنا تطورها، تسبح بالماي، عندك مسدس، تفتح مكانات الاسلحه، لان اول ما تجي حيجي عندك مكان واحد ما تقدر تحط اسلحه هو. خلينا نخابر الراديو، مع هذا عندك هنا للزورق، تقدر تجيب زورق هنا بس زورق. اها بما انه احنا بالمي احنا بس زورق. اوكي خلينا ناخذ هذا الجيت سكي ونروح بيه. هذا المكان ينطيني مجمع المواني، ينطيني مواد تطويرية اللي شفتوها اريدها، هاي مو بسهولة تحصل عليها، اتمنى تحصل. بعد تشوفون الكلب ما تيجي، تقدر تخليه وياك، من يشوف عدو شيء رأسا ينبهك يعطيك علامة انه واحد قريب عليك، شلون الاسكان يعني. خلينا ناخذ انه هواي فايلات هنا بهاي اللعبه، هواي هواي فايلات لاني مرات يضموها. اكو شيء هنا يشوفون هم يضموهن اللوت، لان هذني صعبات تلقيهن صعب، بس اخاف انزل هنا، اخاف اكو سمك او تماسيح.
هاي وحدة تشوفونها، السمك والتماسيح اكو قاعد ظنك ياكلنه، نوع سمك هنا ياكل ايراني، والتمسوح يصير صديقك، ما تشوف الا واحد عضك، ما اشوف الا اقول لك رجعت للوبي شلون مال. هذول ماخذين رهينة، لازم تقتلهم وبسرعة قبل ما لين يجون على الرهينة. دا تشوف حرر هذول الرهائن، حررهم يفيدوك، ومرات يعطوك مكانات انه بعطوني نقطة مميزة التمييز، هاي اطور بيها نفسي طبعا، يعني تكتسب. مرات يعطيك كنز يقول لك اكو بفلان مكان كنز روح جيبه، هكذا. خلينا نصعد بالسيارة نروح. دوري دوري حبيبي، ايش هاي؟ خلينا نشوف شنو القصه. نيران عدن اكو يمي مهمة، هم اذا تشوفون هاي مهمة، جزيرة هنا طبعا. بعدني ما اني ما فتحت هواي بالماب، دا تشوفون بعد الماب بها كبور خيالي، بعدنا ما ندري وين. يلا روح. كل المكان هذا ستة هنا أنا. ستة علود ذاك، بعدين أرجع يمكن لهذا المكان. يقول لي لا تبتعد عليه. ونديج لازم اروح هنا. ادخل يا باشا يا ساتر. تذكرون من فار كراي 3 هذا كان هو القائد مالتهم. Maybe the same could be said for me. If you came here looking for the old man, well, do you have the book? Do you know what that is? The word of Joseph.
his teachings, his guidance, his wisdom, and his madness. I have searched everywhere for this book. Joseph said the one who found it would be ordained by God to be the true ruler of Eden. And you are the one who returns it to us. It should have been me. I'm the one they turned to when he disappeared into the north. I'm the one who has held this family together. I'm the one they chose to lead. I have protected them from the locusts and the snakes. I have kept us all alive and safe within these walls. Not the old man, me! My father wanted to build a paradise, but when it got too hard, he ran away. You came here looking for his help, but Joseph is dead. No one wants to acknowledge this, but it's the truth. Our family still believes in him, and they'll never stop believing in him until they understand that he was not a messiah, he was just a man. يعني ذي عبالهم هو إله. Bring back proof of his death, and I'll help your people. But New Eden will not allow you to travel north until you prove yourself worthy by lighting the flame of Eden. The people know this mark. And they will lead you to the flame. يعني يفكرون انه هو اله جون. تم العثور على شخصيه جديده ايثان. اوكي تحدث الى احد السكان ادم. You've seen how ruthless the bandits are now. You must take back your sacred land. I recognize the mark upon you. Ethan has marked you as one who wishes to rekindle the flame of New Eden. The bandits who have taken our land have extinguished it. It is found at the base of the fallen statue of Joseph, toppled by a sinner many years ago. There is a band of chosen there. They will help you. غادرت مجمع المبنى. ناخذ الأوراق لهنا. اكو شيء هو قلنا اكو ست. We're caught up in this war between sinners for good, I guess. You'll understand that in time. وداخل الوت بعد اثنين نغادر ان جاي هنا بعدين. لين يعني شفت وش قال لي، قال لي لازم تثبت نفسك في مقابلة. لين يعني اكو سيارة هنا. اكو الزورق، خليني نشوف وين المهمة بالضبط. ممكن نروح له بزورق. اي نقدر هنا ونروح او بالسيارة احسن. اسرع ان شاء الله بالحلقات القادمة اشوفكم بالهليكوبتر. تشوف الماب من فوق كلش حلو، روعة روعة. خل انزل اشوف لين هاي. لا تسوي مشاكل. هاي البنية تعطيك دائما كنوز. خليها ترتاح. Back in the day, Eden's gate took تحكي لك قصة تقول لك إنه أكو كانت هنا. Well, it's a kind of reservoir for us now, but the highwaymen took it over. Go get it back for us. أوكي، ده تشوف طلعت لك مهمة بمكان. إذا تفتح الماب راح تشوف وين المهم. هاي تشوف فتحنا واحد هنا.
ينطوني اشياء ويعطوني اقنعه ويعطوني يعني هواي اشياء اضافيه يطوق بس تحرر لهم تحرر المكان اقدر اصعد منه ولا لازم اصعد له من مكان منطقة مال نمورة حذرني قبل ما يجمع الكلب مالتك لازم تكتله لان ممكن يقتل الكلب يعني الكلب ينبهك من بعيد بس اذا اللي تقرب عليك العدو راح يهجم عليه فلازم تكتله العدو اللي يهاجم الكلب زلناهم على السريع ويقول لي هنا انتظر Ethan's message said you would come. Oh my god, sorry. اجي يحكي وياي راسا قتلته فاجئني يا بلا تفاجئني هيجي سوري انا اسف You are expected. اه والله سكت انت ما ادري حبايبي تحياتي لكم شكرا لكم ومشكورين على دعمكم ولايكاتكم وان شاء الله راح اشوفكم حلقات اكثر من لعبه فار كراي نيو داون لعبه خرافيه عالم مفتوح الوان حلوه جرافيك عالمي بيها فان شاء الله اشوفكم حلقات اكثر طبعا وحياكم الله على النونو لايف كل يوم اللايف البثوث المباشره كل الالعاب تحياتي لكل الحبايب وأقول لكم في أمان الله نلتقي في فيديو ثاني